اهلا وسهلا فيكم حلقه جديده من برنامج تشويش واضح، وكل عام وانتم بخير، وان شاء الله انها سنه 2020 تكون سنه غير وخير على الجميع. 2019 كانت مش ولا بد بجميع الاصعده، وكانت مليانه بالاحداث، واحنا بكل سنه بنعمل اهم 10 احداث صارت خلال السنه، بس لانه 2019 غير عن كل السنوات فاحنا عملنا اهم 15 حدث خلال السنه، ومعنا بالمرتبة 15 هدم صوامع العقبة. معالي الرئيس طلب منه أن يخرج بتصريح حول ماذا جرى بالنسبة لعملية التفجير؟ incelemelerimizde de yaptığımız tespitte bağlantı sorunu. طبعا سنة 2019 بلشت بمحاولة فاشلة لهدم الصوامع بالعقبة، وهذا بيعطيك انطباع كيف كانت سنة 2019، بس الحمد لله المحاولة الثانية نجحت، وهذا كله صار عشان يسلموا منطقة الميناء القديم، لأنه بده يفتحوا فيه مشروع استثماري جديد، وإحنا اللي بنتمنى إنه ينجح هذا المشروع من أول محاولة. وبالمرتبة 14 سيول عمان. أنا مش عارف أتغير، كل ما أقول هتغير تحصل حاجة ترجعني عن كل انا زعلان من نفسي حقيقي، انا غلطان وضعيف واناني. كانت بصراحه كميه الامطار غير مسبوقه. نقدر نحكي انه السيول وغرق عمان هذا صار تقليد سنوي، فما في داعي نتفاجئ فيه، بس اللي تفاجئنا فيه هاي السنه انه الكل اتفق انه لازم يتعوضوا التجار، وهاي حركه حلوه وبنشكركم عليها. ونصيحتنا للتجار، يا تجار جيبوا بضاعه بتعرف تسبح. وفي المرتبه 13 الحزم الاقتصادية. أطلقنا الحزم الثلاث الأولى، وتأتي اليوم الحزمة الرابعة، البرنامج الحكومي الاقتصادي، وهذه الحزمة الثالثة. وشكراً لوجودكم معنا في هذه الدفعة الثانية، وهذا سيكون موضوعنا اليوم، وسنتحدث عن الحزمة من الإجراءات التي تقع تحت هذا العنوان، اللي هو محور تنشيط الاقتصاد، تحفيز الاستثمار. استدراكاً للوضع المعيشي والاقتصادي الصعب اللي صار ب 2019، حاولت الحكومة تعمل حزم، يعني منسميها الحزم التحفيز الاقتصادي، وهي أربع حزم: حزمة تنشيط وتحفيز الاستثمار، حزمة الإصلاح الإداري، حزمة رفع كفاءة القطاع العام وتحسين المستوى المعيشي، حزمة تحسين جودة الخدمات للمواطنين. وإحنا بنستنى الحزمة الأهم واللي هي حزمة تخفيض ضريبة المبيعات.